البيتزا اللي انت بتحبيها ما تاخدي حته. ما تسمعيش كلامها، كملي اكلك. دي حته واحده بس مش هتاثر، واحده هتجر واحده بلاش. ما انت بقالك فتره عامله رجيم وما خسيتيش كتير، ما تستعجليش النتيجه وهتوصلي اللي انت عايزاه. ما صاحبتك عملت نفس الرجيم وخسيت اكتر منك. كلي بقى. هي عملت رجيم مناسب لجسمها، انت خدتيه منها على طول. يعني انت كل اصحابك يبقوا بياكلوا كل الاكل ده وانت حارمه نفسك؟ كلي. انت اللي حارمه نفسك على الفاضي، الرجيم مش حرمان. انت تقدري تاكلي 5 وجبات في اليوم. رجيم ايه اللي 5 وجبات؟ ايه اللي كلهم سلطه؟ مين قال ان رجيم سلطه بس؟ انت تقدري تاكلي اللي انت عايزاه بس يكون صحي. شايفه طبق فرح عامل ازاي؟ سيبك منها وكل اللي نفسك فيه، بلا رجيم بلا كلام فاضي. اسمعي كلامي وما تبوظيش اللي انت عملتيه. افتكري الوزن اللي كان نفسك فيه، ما تضيعيش مجهودك.